احتساء القهوة وقراءة الجرائد عادات يومية يقبل عليها رواد المقاهي خلال حصتهم الصباحية. هي عادات تغذي الفكر والروح على حد سواء. أرباب المقاهي يقومون باكتراء الجرائد يوميا ليضعونها رهن إشارة المستهلك. كان ما كنشريش لي جورنو فيكتيما على حيت انا شو هابيتوي ديال هذا لو كافي. كنجي لهنا كل صباح كنلقى ثاني انواع لي جورنو عادات كلشي كنلقى توت لي زيديسيون كنقرا الجورنال ديالي كنقرا لي زانفورماسيون. الصباح تنحلو تنجيبو الجرائد وتنحطوهم وتيقراوهم الناس، ولكن تنقصو منهم باش كل يجيب الجورنال ديالو يقرا الجورنال ديالو تيديه وتيتهنى. هي سلوكيات يقبل عليها ارباب المقاهي والزبائن دون الوعي بالاضرار التي قد تلحقها بالمقاولات الاعلاميه. المتخصصون في المجال الاعلامي لهم راي في ذلك. هذا ما كيخليناش نضبطوا السوق القراءي في المغرب، من يقرأ وكيف يقرأ وكم يقرأ وكم عدد القراء، هذا أمر كله سائب وكله فوضى. بالتالي نعتبر أننا في حاجة ماسة إلى قانون ينظم هذا السلوك، بحيث لا يمكن ولا يحق لأي كان أن يسطو على منتوج أنتجه الآخر بتكلفة مالية معينة. الواقع على الأرض يفرض علينا جميعا أن نقوم بتطويق إنجاز التعبير لمثل هذه العمليات، فأن يقوم صاحب المقهى بكراء مجموعة من العناوين الصحفية ويضعها في متناول القارئ يضيع على أرباب المقاولات الصحفية مردودا مهما. هذه الصحف نفسها تعود نهاية اليوم كمرجوعات لهذه الصحف، ويعني تضربها في الصميم. يبقى للقراءة المجانية أثر إيجابي على ثقافة ووعي رواد المقاهي باستمرار، وبذلك تصبح فضاء للقراءة وتصفح الجرائد اليومية وتجاذب أطراف الحديث حول مضامينها.